كابتن سلطان الاحياني، خلينا نرجع للمباراه. السؤال اللي يطرح نفسه، كيف يفوز النصر في المباراه؟ سجلت فيه 5 و4 نقاط. اولها التشكيل، نتكلم عن التشكيل يتناسب مع المباراه ويتناسب مع الجاهزيه ويتناسب مع المنافس وباسلوب التكتيكي المناسب. النقطه الثانيه ترابط خطوطه وعدم الاندفاع والضغط العالي للهلال، والنقطه الثالثه اللعب المباشر في البناء والتركيز على الاطراف، واخر نقطه الاعتماد على حل التسديد والكرات الثابته الراسيه اللي يتميز فيها النصر. نبدا بالتشكيل. نعرف ان النصر عنده غياب في الظهير الايسر، ونعرف ان هذه الخانه نقطه ضعف لفريق النصراوي من بدايه الموسم. فاعتقد اللي يعوض هذا الغياب هم حيكون لاعبين، اما العبيد او لاجامي، وبرايي لاجامي هو الانسب. الانسب لانك امام جبهه هلاليه قويه في هذا الطرف، امام ماريجا والبريك اللي نقطه مهمه لمفاتيح لعب الهلال. كذلك حتى لاجامي يصنع لك تامين دفاعي اكثر، وممكن انك تلعب بثلاثي يكون الغنام يلعب كطرف مثل ما بدا الموسم الفريق يعني النصراوي. لو لعب غير لاجامي يصير مشكله للنصر؟ لا، حيكون مع لاجامي التنظيم افضل، العبيد على المستوى الدفاعي اقل، وحتى على المستوى الهجومي اداء اقل، فبرايي لاجامي هو الانسب. وسط الملعب بدا النصر. محمد قاسم مو محمد قاسم موقف. ايوه انا قصدك انك تقول محمد قاسم اللي كان يلعب، ما كان يلعب. ايوه العبيد هو البديل ولاجامي هو البديل الثاني، ولعب لاجامي مباريات كثيره. النقطه الثانيه في وسط الملعب، بدا المباراه الماضيه بمحوريه ارتكاز الخيبري وهو الافضل كتامين دفاعي، ومعه كان الصليهم. امام فريق الوحده ما كان عنده قوه في وسط الميدان، فبرايي امام الهلال تحتاج تامين دفاعي اكثر في محور ارتكاز، فبرايي الخيبري مع علي الحسن هي الافضل، وبقية الأسماء نفس التشكيل. النقطة الثانية ترابط الخطوط، لما نتكلم عن ترابط الخطوط فريق النصراوي ترابط الخطوط، هذا يمنع أي مساحات ممكن يستغلها الفريق المنافس بحيث أنه يصنع عليك خطورة. شفنا المرة الماضية أكثر من 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 جملة تكتيكية بهذا الشكل، حتى على مستوى التحول الهجومي يكون أسرع، والهدف الرابع لفريق النصر المرة الماضية كان من هذا التحول. النقطة الثالثة اللعب المباشر في البناء، فريق الهلال نعلمها أنها في خط وسط الميدان، فبالتالي عملية البناء أمام قوة هذا الخط اعتقد انها مغامره كبيره. شفنا الهلال في المباراه الماضيه مع بيروزي او مع بيروس هدفين كانت لضغط عالي في هذه المنطقه، واستردها الفرج في الاول، وحتى الفرج في الثالث كان قطع الكره في ملعب الفريق المنافس، فبالتالي اللعب المباشر هنا في امان، واللعب على المساحات اللي يتركها ظهيريه جنب الهلال او خط دفاع الهلال بشكل كبير خلف المساحات، اللعب على هذه النقطه اعتقد انها من نقاط ضعف الفريق الهلالي. النقطه الاهم واللي يتميز فيها فريق النصر التسديد. فريق النصر يمتلك اكثر من لاعب مسدد، شفنا شاريبوف في المباراه الماضيه سجل هدف بالتسديد، تاليسكا من اول الموسم من اكثر اللاعبين على مستوى دورينا في التسديد، سواء كرات ثابته او كرات متحركه، والكرات الراسيه اللي يتميز فيها فريق النصر، واتكلم عن اكثر من لاعب مميز في ضربات الراس، تاليسكا، العمري، او حتى حمد الله، وحتى مادو، فبرايي هذه النقاط هي من تصنع التفوق لفريق النصر.